قصه ان في بساط ريح حد يركب عليه ويطير للمكان اللي هو عايزه حقيقه على فكره، ودي كانت خصيصه لنبي الله سليمان اللي سخر ربنا ليه الرياح والجن. وعلى ذكر الجن، في ربنا خلقهم ثلاث اصناف: صنف حيات وعقارب، وصنف كالريح في الهواء، وصنف كبني ادم عليهم الحساب والعقاب. وعلى عهد سيدنا سليمان، معشر الجن ادعوا انهم بيعرفوا الغيب واوهموا الناس بده وكانوا بيخوفوهم. وفي حلقه النهارده هنعرف ازاي ربنا كشفهم وخلاهم عبره. كلامنا النهارده عن سيدنا سليمان وعظمه وحدود مملكته. ربنا ايده بعدد من المعجزات لم يؤت احد قبله ولا بعده زيها، ومنها انه كان بيفهم كلام من لا يتكلم زي الطير والنمل. الجن كانوا مسخرين لنبي الله سليمان، طائفه منهم كان مشغلهم في البنى والعماره بشتى مجالاتها، وطائفه يغوصوا في البحار يخرجوا كنوزها من لقالق ومجوهرات واشياء نفيسه. واما بقى مرضه الشياطين، الجن العاصي يعني، كان بيكلبش كل اتنين منهم مع بعض، كل جن مع قرينه. قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفار. وعشان كانت غزوات سيدنا سليمان كتير وكان بيحتاج يسافر لقتال أعداء الله في أي بلد، فالجن صنع ليه بساط واسع من خشب يسع جميع ما يحتاج إليه من قصور وجيوش وحيوانات، وفي وسط البساط منبر من ذهب يجلس عليه سليمان عليه السلام، والطير فوقه تضلل عليه وتحميه من الشمس. وهنا كان بيؤمر الريح فتدخل تحت البساط وترفعه، ولما يستقر بين السماء والأرض يأمر الريح تكون لينة كالنسيم فتسير به. البساط كان سريع جدا، المسافة اللي يقطعها الناس وقتها في شهر كان بيقطعها البساط في حوالي 5 ساعات بس. وعشان تعرف ازاي سيدنا سليمان كان ملك قوي وعظيم، بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان نبي الله سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يعني يجامع 100 من زوجاته، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله لنسيانه. فأخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، يعني بنص إنسان. فأقسم صلى الله عليه وسلم على أن نبي الله سليمان لو استثنى في كلامه قال إن شاء الله لرزقه الله بالفوارس 100 كما قال، وجاهدوا في سبيل الله كلهم أجمعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففهمناها سليمان. سليمان الحكيم له قصة لطيفة بالضرورة نذكرها قبل الختام. في مرة اختصم رجلين وراحوا لسيدنا داود أبو سليمان عليهما السلام يحكم بينهم. واحد منهم صاحب بستان والتاني عنده غنم، وفي يوم بالليل صاحب الغنم نسي يقفل باب الحظيرة عليهم، فتسربت الغنم داخل البستان وكلت كل الفاكهة اللي فيه وأفسدت الزروع. فحكم داود عليه السلام بأن الغنم دي ياخدها صاحب البستان مقابل خسارته للزروع والفاكهة. وهم خارجين من عنده استوقفهم سليمان عليه السلام، ولما عرف حكم داود فقال لهم استنوا هنا، ودخل عليه وقال له: يا أبتي، هو خير من ذلك؟ يعني عندي رأي تاني. فكان حكم سليمان أن صاحب البستان ياخد الأغنام ينتفع بألبانها وصوفها، وصاحب الأغنام يستصلح البستان، ولما يرجع لأصله يبقى ياخد أغنامه ويرجع البستان لصاحبه. ففهمناها سليمان وقضى داود بقضاء سليمان الحكيم. وأختم بقصة وفاة نبي الله سليمان لما كان معشر الجن بيدعوا إنهم بيعرفوا الغيب وبيخوفوا الناس بده فجعلهم ربنا عبرة. فسيدنا سليمان قبل موته كان قاعد وساند على عكازه وعينيه شاخصة للجن بيراقبهم وهم بيشتغلوا. الفترة دي كان مكلفهم ببناء بيت المقدس، وعشان أجساد الأنبياء عليهم السلام ما بتتحللش، فلما مات سليمان على هيئته وهو قاعد ساند على عكازه معرفش الجن بموته لسنة كاملة. سنة كاملة مستمرين في العمل الشاق والعذاب حتى أكلت دودة الأرض العصا اللي ساند عليها وسقط على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته اللي هي عكازه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. وهنا انكشف أمر الجن وعرف الناس إنهم كاذبون. وبكده خلصنا حلقة النهاردة من برنامج محمود مع حكاية. استنوني إن شاء الله وحكاية جديدة.